السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله بنكمل مع بعض شرح الماس جورنال كي جي 2 الترم الثاني، وكنا انهينا مع بعض المرة اللي فاتت الشرح حتى لسن 90 أو الدرس رقم 90، والنهاردة هنبدأ من شرح من لسن 91 أو الدرس رقم 91 حتى لسن 100 أو الدرس رقم 100. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. والجزء الجديد في درس النهاردة أصحابي هو حاجة اسمها skip count by 5 to 100. يعني ايه skip count؟ يعني نعد عن طريق القفز. هنزود 5 كل مرة، كل عد هنعدها على اننا بنزود 5 ارقام from 1 to 100، من 1 لـ100. تعالوا نعمل كده مع بعض. ادي مثلا تيبل في الارقام من 1 لـ100، هنعد كل مرة هنزود 5 ارقام. يعني اول حاجة هنقول 5، بعد كده 10، اخدتوا بالكو زودنا 5 بعد على ال 5 اللي عندنا بقى 10. 1 2 3 4 5 يبقى 10. يبقى اول حاجة مرة تانية 5، بعد كده 10، بعد كده كام يا اصحابي بعد ما نزود 5 ونعمل skipping count او نعد بالقفز؟ 15. شاطرين كلكم. بعد ال 15 كام؟ 20. شاطرين. بعد ال 20 كام؟ 25. شاطرين. بعد ال 25 كام؟ 30. شاطرين. بعد ال 30 كام؟ 35. شاطرين. بعد ال 35 كام؟ 40. شاطرين. بعد ال 40 كام؟ 45. بعد ال 45 كام؟ 50. بعد ال 50 كام؟ 55. بعد ال 55 كام؟ 60. بعد ال 60 كام؟ 65. بعد ال 65 كام؟ 70. بعد ال 70 كام؟ 75. شاطرين. بعد ال 75 كام؟ 80. بعد ال 80 كام؟ 85. شاطرين. 85. بعد ال 85 كام؟ 90. شاطرين. بعد ال 90 كام؟ 95. بعد ال 95 كام؟ 100. شاطرين. وبكده عملنا skipping count او عدينا بان احنا عملنا عملية قفز، كل مرة عدينا 5 ارقام زيادة by 5. skipping count by 5 from 1 to 100 او من 1 لـ100. ده الجزء الجديد الخاص بدرس النهاردة، والنهاردة هنحل مع بعض الماس بروبلمز او المسائل الرياضية اللي موجودة في الماس جورنال في كراس الرياضيات، ونشوف مطلوب مننا فيها ايه. خليكم معي ونوصل لبيج 113 او صفحة 113، وهي فيها lesson 91 part 1 او الجزء الاول، وهو بيقول لنا هنا draw ارسم the teacher's word problem below، المسألة الكلامية اللي قالها المدرس بتاعك below بالاسفل. When you have solved the problem، write your answer، اكتب اجاباتك. At the bottom of the page، في اسفل الصفحة. بعد ما ترسم المسألة الكلامية زي ما اتفقنا، او اكتب الانسر بتاعك at the bottom of the page، في اسفل الصفحة تحت الرسم. يعني تعالوا نشوف طبقا لدليل المعلم ايه هي ال word problem او المسألة الكلامية المفروض تكونوا خدتوها في الكلاس روم وانتوا بتاخدوا الماس اكتيفيتي زي ما عرفنا مع بعض. وزي ما احنا شايفين قدامنا يا اصحابي، هي دي ال word problem او المسألة الكلامية المفروض تكونوا خدتوها في الكلاس روم. وهنا بيقول لكم teacher say there were، كان هناك 5 cats، 5 قطط، sitting under the tree، واقفين او قاعدين تحت الشجرة. draw 5 cats sitting under a tree in your journal،
ارسم خمس قطط قاعدين تحت الشجرة في كراسة الرياضيات بتاعتك. بعدين بيقول لك two of the cats قطتين من الخمس قطط دول chased a mouse جريوا عشان يلحقوا بي mouse فار من الفئران. draw a mouse at the bottom of your page ارسم ماوس او فار يعني في اسفل الصفحة بتاعتك. بعد كده التيتشر سي بيقول two cats chased the mouse those cats are no longer under the tree القطتين دول مش موجودين اكتر من كده خلاص مش موجودين بعد كده under the tree تحت الشجرة so please علشان كده لو سمحت let's show that by crossing them out وضح ده بان انت تعمل بقى على علامة اكس يعني على قطتين من الخمس قطط اللي كانوا واقفين تحت الشجرة يبقى كده في قطتين جري ورا الماوس والماوس انت رسمته اسفل الشجرة وهتعمل علامتين اكس يعني هتشطب على قطتين من الخمس قطط اللي كانوا قاعدين تحت الشجرة. فاخر حاجة بيقول لكم يا اصحابي circle the cats are left ضع دائرة حول القطط اللي اتبقت طبعا من الخمس قطط دول ثم بعد ذلك count them عدهم and write the number at the bottom of the page واكتب عددهم في اسفل الصفحة. المفروض ان احنا هنعد القطط الباقية بعد ما نعمل حواليهم circle او دائرة كل واحدة منهم وهنكتب عددهم في اسفل الصفحة وطبعا زي ما احنا عارفين المفروض هيتبقى معانا كام من الفايف كاتس اتنين جري ورا الفار وتبقى معانا مجموعة من القطط المفروض يبقى عددهم كام شاطرين هنعدهم هنلاقيهم 3 كاتس او 3 قطط زي ما احنا شايفين قدامنا. وبكده نكون انهينا شرح وحل البيج دي ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معايا. المفروض هنا في بيج 114 او صفحة 114 lesson 91 part 2 ده او الجزء التاني ده خاص بيك انت والشولدر بارتنر او زميل الفصل بتاعك. المفروض ان انتوا هترسموا نفس الورد بروبلم او المسألة الكلامية اللي احنا خدناها من شوية بس مع بعض يعني واحد فيكم هيرسم التري والتاني هيرسم الفايف كاتس وهم قاعدين تحت التري وبعدين واحد فيكم انتوا تاني هيرسم الماوس اللي كان بيجري والتاني هيشطب على 2 cats من ال 5 cats زي ما عرفنا من شوية وبعدين آخر حاجة هتكتبوا number 3 أو رقم 3 at the bottom of the page أو في أسفل الصفحة زي ما احنا عرفنا من شوية. والمفروض البيج دي بتعلمكو عملية الشيرنج أو المشاركة ازاي نشارك العمل مع بعض مش أكتر ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج 115 أو صفحة 115 وفيها lesson 92 او الدرس رقم 92 وهنا بيقول لنا create and draw انشئ وارسم your own cookie البسكويتة بتاعتك الكوكي اللي هي البسكويت المخبوز your own cookie story problem المسألة الرياضية بتاعتك الخاصة بال قصة بتاعت الكوكيز او البسكويت دي with your partner مع شريكك start with 12 cookies ابدأ ب 12 cookies ب 12 بسكويتة من البسكويت. فهو هنا يا اصحابي بيقول لنا ان احنا كنا اخدنا في الماس اكتيفيتيز او انشطة الرياضيات امثلة خاصة بالكوكيز ان التيتشر بتاعكو هيكون جايب لكم كوكيز من او بسكويت وبالتحديد هما 12 كوكيز او 12 بسكويته هيقول لكم لو اكلنا من ال 12 كوكيز او من ال 12 بسكويته دول 6 كوكيز هيبقى معانا كام وهيشيل 6 من ال 12 وهنعد الباقي هنلاقيه 6. فهنا بيقول لك بعد كده المفروض ان انت معاك 12 كوكيز برضو زيه بس انت من حقك ان انت تاكل العدد اللي انت عايزه فان المفروض ان انت هتاكل مثلا اي عدد ولو مثلا كانوا 3 فانت المفروض بعد ما تأكل العدد ده هتعد الكوكيز اللي معاك قد ايه وتكتب المسألة الرياضية دي هنا وهنكتبها زي ما احنا شايفين قدامنا 12 اللي هما 12 كوكيز يعني
ماينس ماينس يعني ناقص، ودي علامة السبتراكشن أو الطرح زي ما احنا عارفين. وهنكتب الرقم اللي انت أكلته مثلا وليكن 3 كوكيز مثلا، انت أكلت 3، وهنكتب equals أو يساوي، وهنعد الكوكيز الباقية فهنلاقيهم زي ما احنا عارفين 9 كوكيز أو 9 بسكويتات. وبكده نكون انهينا البيج دي، ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معي. ونوصل لبيج 116 او صفحة 116، وفيها lesson 95 او درس رقم 95. وبيقول لنا هنا record يعني سجل your subtraction equations below، اكتب المسائل الرياضية الخاصة بعملية الطرح below بالاسفل. فاحنا برضو طبقا لدليل المعلم يا اصحابي، المفروض ان احنا دلوقتي بنتدرب على subtraction equations، او ازاي بنكتب مسألة خاصة بعملية الطرح زي ما قلنا في البيج اللي فاتت. بتبقى عبارة عن رقم بنكتبه في الاول، هو ده الرقم الكبير، وبنعمل بعد كده علامة الطرح اللي هي اسمها minus، وهي بيبقى شكلها كده. وبعدين بنكتب رقم تاني اللي هو بنطرحه من الرقم الكبير ده، وبعدين بنكتب عملية يساوي او equals زي ما احنا شايفين قدامنا، بيدينا هنا الرقم المتبقي اللي هو هيطلع نتيجة عملية الطرح اللي هيتبقى بعد ما نطرح الرقم الصغير ده من الرقم الكبير ده. فاحنا هناخد 3 مسائل رياضية مثلا مع بعض دلوقتي، ونشوف ازاي بنكتب subtraction equations او المسائل الخاصة بعملية الطرح مع بعض. فمثلا لو قلنا هنا 5 minus ناقص 2 equals يساوي equal كام يا أصحابي؟ طلعوا 5 صوابع على أيديكوا وشيلوا منهم 2، هيبقى كام؟ شاطرين 3، فنكتب هنا 3. هي دي شكل subtraction equation أو عملية أو المعادلة أو شكل مسألة الطرح. بنكتب مسألة الطرح بالشكل ده زي ما احنا شايفين قدامنا. طب تعالوا ناخد مسألة تانية. مثلا لو قلنا 8 minus ناقص 5 equals بيساوي equal كام يا أصحابي؟ 3. شاطرين، 8 minus 5 equals 3 زي ما احنا شايفين قدامنا. طب ولو قلنا مسألة تالتة مثلا يا أصحابي، لو قلنا مثلا 6 minus ناقص 4 equals يساوي 2. شاطرين كلكو، شاطرين، ربنا يحفظكو ويحميكو. يبقى هنا احنا عرفنا ازاي شكل subtraction equation او المسألة الرياضية الخاصة بعملية الطرح. وبكده انهينا البيج دي، نتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكو معي. ونوصل لبيج 117 او صفحة 117، وفيها lesson 96 او الدرس رقم 96. ولسه بنتكلم مع بعض عن شكل subtraction equations او المسائل الرياضية الخاصة بعملية الطرح، ازاي بنكتبها مع بعض وشكلها عامل ازاي. وهنا بيقول لنا record سجل your subtraction equations، المسائل الرياضية الخاصة بعملية الطرح بتاعتك below بالاسفل. فانا طالب منكم هنا يا اصحابي، ده homework ليكم، ان انتوا تكتبوا 3 مسائل رياضية بشكل سليم، تعملوا فيها عملية subtraction او الطرح، وتكتبوا النتيجة بتاعتها في الاخر هنا، وتبعتولي الثلاث مسائل دول باسمكم على في الكومنتس الخاصة بالقناة او على الفيسبوك على الجروب بتاعنا او على الصفحة بتاعتنا. واللي هيبعت الـ 3 subtraction equations دول او الثلاث المسائل الخاصين بعملية الطرح دول مكتوبين بشكل سليم وفي نفس الوقت الإجابة بتاعتهم صح، هقول اسمه ان شاء الله في المرات اللي جاية. وبكده انهينا البيج دي، ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معي. ونوصل لبيج 118 او صفحة 118، lesson 97 او درس رقم 97. وبيقول لنا هنا record سجل your turns الدور بتاعك in race to zero، في السباق لرقم 0.
begin with ابدأ ب 20 20 اللي هو رقم 20. وطبقا لدليل المعلم يا أصحابي زي ما احنا عرفنا في أول درس النهاردة احنا بنعمل حاجة اسمها skip count أو العد بالقفز with 5 من رقم 5 باستخدام رقم 5 أو رقم 5 from 1 to 100 من 1 ل 100. هنا بيعلمنا ازاي ممكن نطرح 5 برضو أو نطرح أي رقم تاني من رقم 20 أو من رقم 20. فهنا كان المفروض في الكلاس روم أو في حجرة الفصل بتبقوا أخدتوا مجموعة من الكروت في إيدكم مثلا، يعني كل واحد خد في إيده 3 كروت، كل كارت منهم مكتوب عليه رقم وليكن 5 و6 و7، وكل واحد هيقلب كارت من الكروت اللي معاه وهيطرح الرقم اللي مكتوب على الكارت ده من رقم 20 أو من رقم 20. واللعبة دي اسمها race to zero أو السباق لرقم 0، دليل على عملية الطرح اللي بتخلي الأرقام تصغر دايما وتنزل لحد ما توصل لرقم 0. فاللعبة دي اسمها race to zero، وهو هنا بيقولك اطرح الرقم اللي موجود على الكارت بتاعك من رقم 20 ده أو من رقم 20. وليكن مثلا 20 minus 5 كام يا أصحابي؟ equal 15. شاطرين، يعني بيساوي 15 لما نشيل 5 من ال 20 equals 15 أو بيساوي 15 زي ما احنا شايفين قدامنا. طب تعالوا نتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معي ولسه بنكمل مع بعض عملية التسجيل أو الريكوردينج بتاعت لعبة الريس تو زيرو أو السباق حتى رقم زيرو أو حتى رقم صفر. وهنا بيقول لنا في lesson 98 أو درس رقم 98 record your turns، سجل الدور بتاعك in race to zero في لعبة السباق لرقم زيرو begin with بادئا ب 20 أو 20. وهنا المفروض ان احنا نطرح رقم تاني مثلا من رقم 20 وليكن مثلا number 8. هنقول مثلا ان احنا طلع على كارت من الكروت بتاعتنا number 8، فنقول 20 minus 8 20 ناقص 8 equals كام؟ 12. شاطرين، 20 minus 8 equal 12 زي ما احنا شايفين قدامنا. وبكده احنا اتدربنا على شكل subtraction equations او المسألة الرياضية الخاصة بعملية الطرح شكلها عامل ازاي، وعرفنا لعبة race to zero او السباق لرقم زيرو. وبكده نكون انهينا شرح درس النهاردة، وفي الختام اتمنى تكون استفدت من الدرس. لو اعجبك الدرس اعمل لايك، والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والفيسبوك. وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة وهتفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى الجروب بتاعنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن اسفل الفيديو، وسايب لكم كمان الروابط الخاصة بقوائم التشغيل الخاصة بالترم الأول وبالترم الثاني لكل المراحل علشان توصلوا لأي درس بمنتهى السهولة إن شاء الله. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.